أعلنت وزارة الصحة عن دعم 36 مستشفى بأجهزة أشعة رقمية، أنه جار تطوير 18 قسما آخر بالمستشفيات خلال 60 يوما، ويتم ذلك من خلال المشروع المصري السويسري لخدمة الأشعة الذي يهدف إلى تطوير أنظمة الأشعة بالمستشفيات وتفعيلها لتواكب أحدث نظم التشخيص العالمية. بهدف توفير خدمة علاجية مجودة تلبي احتياجات وطموحات المواطن المصري من خلال إعداد البنية التحتية وتوفير الأجهزة والتقنيات التي تعمل على تهيئة المناخ الملائم لبيئة العمل، تم تزويد 36 مستشفى بأجهزة أشعة رقمية لرفع كفاءتها، وهو ما كشف عنه خلال المؤتمر الصحفي حول إنجازات المشروع المصري السويسري لتطوير خدمات الأشعة. تم تطوير 36 مستشفى زائد وحطينا فيهم 80 جهاز، ده علشان وعشان كمان نربط هذه المستشفيات بالإدارة العامة للأشعة بمشروع بمنظومة الباكس اللي هي تداول صور الأشعة عن بعد. المريض بيتصور في مستشفى في الوادي الجديد او في مطروح او في كده، بتجي لنا الصوره اتوانس في نفس الوقت، بنكتب له التقرير وبيرجع له ات ذا سيم تايم. وانشاء ثقافه استعدادا لاعداد المستشفيات لمشروع التامين الصحي، بحيث نرفع كفاءه استخدام الموارد اللي هي بطبيعه الحال قليله، ونحاول نعمل استخدام امثل ليها وتوزيع امثل ليها. تجهيز المستشفيات بأجهزة الأشعة الرقمية تأتي كمرحلة أولى، لتكون هناك مراحل أخرى لتجهيز مستشفيات وزارة الصحة كافة بتلك الأجهزة. البيشنت ذات نفسه هيروح هيحس بالاختلاف لما يجي يخش السايت، هيلاقي ان المستشفى متطوره، هيلاقي ان جهاز الاشعه بقى جديد، نسبه خطر التعرض للاشعه اقل بكتير، المعامله لان احنا كان عندنا كومبوننت الاتش ار اللي هي بترسخ جوه العاملين بقسم الاشعه سواء كان دكتور او فني، انه ازاي يقدر يتعامل مع المريض وازاي يقدر يحافظ عليه، الى جانب ان غرفه الانتظار تم تجهيزها بشكل احسن منه. رفع كفاءه المستشفيات بالتقنيات والاجهزه المستحدثه احد المحاور المهمه لتطوير المنظومة الصحية في مصر. محمد حلمي، التلفزيون المصري. في إطار الصفقة التي أبرمها